السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين. النهاردة هنتكلم عن سايكو. طبعا 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 الشركة العظيمة سايكو. بس هنتكلم بقى عن نوع قديم شوية. ده نوع، دي ساعة قديمة جدي 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 جدا جدا. دي ساعة سايكو اسمها سي لايون. سي لايون دي من إنتاج 1968. طبعا ده قديمة قديمة قديمة. انا من الناس اللي ما بحبش القديم بصراحة، بس الساعة دي عجبتني جدا. الساعة دي يا جماعة الكيس سايز بتاعها حوالي 40 مل، 38 40 مل، يعني هي 40 مل بالظبط. الساعة دي تحفة، ستانلس ستيل، قصدي الكيس بتاعها ستانلس، جميل قوي. انا حتى ما رضيتش المعها، اسمها سي لاين. انا لمعت الحتة اللي فوق دي، لكن ما حبيتش ان انا المع الجزء اللي تحت عشان هتتاكل خالص. اسمها سي لاين. هي دي ديا شوك ولا دي ووتر بروف؟ دي اسمها ديا شوك او ديا شوك، اهي ديا شوك. بص يا جماعه الساعه دي، الساعات القديمه كان بيتكتب عليها ديا شوك او ديا شوك، ديا شوك حاجه زي كده. ووتر بروف، ما كانش فيه ووتر ريزيستنت، عشان كان ووتر بروف كان اخرها خالص كانت 30 متر او 50 متر، يعني ما كانتش ضخمه قوي. بس كده مين سبرينج ستال ستيل، معرفش ايه سايكو، اسمها سايكو سي لاين ام 77. دي يا جماعه الازاز بتاعها زفير، اللي هي المكان الحروف بتاعتها زفير لونه ازرق. دي تحفه، انا كنت بتلخبط الاول مكان، هل دي زفير ولا هل دي ياقوت ازرق؟ اصل الناس بتقول، ما اعتقد زفير ده اللي هو الياقوت الازرق، صح كده؟ اصل في اغلبيه هنا اللي في مصر، اللي في مصر هنا عارفين ان الياقوت لونه احمر، فده زفير. الساعة دي اوتوماتيك، تخيلوا يا جماعة بتقعد معايا يومين شغالة، يومين انا بسيبها بهزها كام هزة كده وبتقعد معايا يومين. الساعة دي فيها حاجة بقى غريبة قوي قوي. الساعة دي 30 جولز، تخيلوا يا جماعة دي 30 روبي او 30 حجر. دي من يعني كل ما كتر الحجر في الساعة كل ما تبقى قلت الاحتكاك والدنيا بتبقى كويسة جدا. الساعة دي اوتوماتيك على فكرة يا جماعة، دي مش مالو. انا كان نفسي افتح الساعه بس مش عارف افتحها دلوقتي. الساعه دي بقى عجباني بقى في ايه، انا العقرب الثواني الاحمر ده انا مركبه، عشان بصراحه انا كان يعني كان العقرب اللي كان راكب فيها كان صغير جدا، فانا قلت مركب لها حجر عقرب احمر لحد ما الاقيها كده عقرب سايكو كده من العقارب الطويله اللي هي بتوصل لحد الرقم. يعني من الحاجات اللي عجبتني جدا في الساعة دي ان احنا عندنا يا جماعة لما بتيجي تظبط التاريخ، انت بتظبط تكة كده، بتشد تكة كده بسيطة اهي. ثواني، لا فانت بتيجي تظبط التاريخ اللي هو ايه، 21 22 25 26. طب افرض انت عايز ترجع لرقم 23، فانت هتضطر انت لازم تلف اللفه دي كلها لحد ما ترجع تلف يعني الدايره دي تاني لحد 23. لا الساعه دي عجباني، او الساعه دي ان التاريخ بتاعها ينفع يطلع وينزل 25 26 25 26 في اي تاريخ تاني. جرب كده عندك في ساعتك، هتلاقي اي ساعه لما تيجي تظبط التاريخ بتاعها ويتلف لازم، يعني مثلا انت مثلا عديت رقم واحد وعايز ترجع لرقم واحد، لازم تلف الدايره كلها عشان ترجع لرقم واحد تاني. لا انا عندي في الساعة دي عجباني جدا عشان الحتة دي، انت ترجع واحد وتلف، ترجع واحد وتلف. الساعة دي اللاك سايز بتاعها اللي هو الاستيك بتاعها 18. انا بكتبها استيك، وحش شوية مش عاجبني، بس انا بس جيت اوريكم. الساعة دي من انتاج 2000، 1900 قصدي 1968. دي من الساعات النادرة اللي بصراحة مش هتلاقوها تاني، يعني انا بصراحة لو لقيتوا ساعة زي دي يا ريت يا ريت تاخدوها. الساعة دي قوية جدا، حلوة نظيفة، يا ريت يا ريت يا ريت اتمنى انك تاخده. بس فانا قلت ايه مصوركم، عشان انا بحب قوي اطبع الصور بتاعت الساعات، فدي سايكو ودي سايكو، فقلت ايه ما اخدها كده كام شوت كده معايا. شكرا يا جماعه، ولو اي حاجه، لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي كومنت او اي حاجه، وانا كده كده تحت امركم.